سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات آفية السوريين للسوريين. مرحبا. الإنسان السوري تعرض لكثير من الانتهاكات بحقه من جهات مختلفة. بالمقابل في إنسان سوري تاني قرر يوثق هاي الانتهاكات ويوعي أخوه على حقوقه كإنسان من خلال مؤسسات ومناهج صارمة واضحة، واليوم رح نحكي عن وحدة من هالمؤسسات. منظمة حقوق الإنسان سوريا ماف هي منظمة حقوقية سورية تأسست سنة 2004 واشتغلت من بداية تأسيسها على نشر مفاهيم حقوق الإنسان من خلال توزيع نسخ بأعداد كبيرة من نصوص المعاهدات والمواثيق الدولية باللغة العربية، طبعاً توزيعها بشكل مجاني. وكمان بتعمل المنظمة ندوات وورش حمل للنشطاء بالداخل السوري، وكانت أولى سنة 2006 بمدينة حلب بالتعاون مع مركز عمان للدراسات وحقوق الإنسان. اشتغلت كمان المنظمة من قبل على توثيق وفضح الانتهاكات الحاصلة بحق الإنسان السوري من خلال إصدار البيانات والتقارير، إما بشكل فردي أو بشكل جماعي مع منظمات حقوقية سورية تانية. وشارك فريق محامين المنظمة أحياناً لحالهم وأحياناً بالتعاون مع محامين من منظمات تانية بالدفاع عن المعتقلين أمام المحاكم السورية، وبسبب هالشي اتعرض عدد من أعضاء المنظمة للمضايقات والملاحقات وحتى الاعتقال بسبب نشاطهم بالمنظمة. من نص 2011 ومع تزايد وتنوع حالات الانتهاكات بشكل فظيع بسوريا من قتل واعتقالات وتدمير ممنهج، نسأت المنظمة مع 6 منظمات حقوقية سورية تانية العمل المشترك بالتوثيق وأصدار بيانات مشتركة. بنهاية 2013 اشتركت المنظمة مع 40 منظمة وهيئة حقوقية سورية بإنشاء الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان في سوريا. بتتلخص أهداف منظمة ماف بي نشر وعي وثقافة حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات الحاصلة، تعزيز مفهومي المواطنة والديمقراطية، التركيز على أهمية التعايش السلمي والمشترك بين كل مكونات الشعب السوري، تفعيل دور المنظمات بالمجتمع للمساهمة برفض العنف وحالات الانتقام والثأر ومظاهر التسلح والقتل بداعي الشرف، ونشر مفهوم الثقة بالقضاء وتأهيل المنظمات كهيئات رقابية على الأداء بالمستقبل، دعم قضايا المرأة والطفل، تنمية الموارد البشرية. مع هالمنهج الواضح والعمل الصارم فينا نقول بكل ثقة أنه فيه للإنسان السوري إنسان سوري مثله بدافع عن حقه كإنسان وبوثق الانتهاكات الحاصلة بحقه لحتى تتم المحاكمة العادلة بسوريا المستقبل على أساس هذا التوثيق. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات آفية السوريين للسوريين.